اهلا بكم اعزائي طلبه وطلبات التعليم الفني، ومع حلقه جديده في بيتنا مدرسه وتخصص الملابس الجاهزه. وهنستكمل حلقتنا النهارده في طريقه رسم الكم، واحنا توقفنا عليها الحلقه اللي فاتت. رسمنا البطرون الاساسي ببنسات وشرحناه بالتفصيل، وازاي اعمل البنس وايه انواع البنس اللي موجوده فيه. وهنكمل النهارده طريقه رسم الكم بالطريقة الصحيحة، بأخذ المقاسات بطريقة صحيحة، وده اتعلمناه في الحلقات اللي فاتت. هنتبع النهاردة خطوات رسم الكم، بعد كده هناخد ازاي احط موديل عندي على البطرون، وازاي اصرف البنس. انا عندي انواع كتيرة من تصريف البنس، دي هنحتاج فيها حلقات كتيرة قوي، هنبقى نناقشها في الحلقات القادمة ان شاء الله. النهاردة هناخد طريقة رسم الكم، هنكمل مع بعض. الكم طبعا عندي له انواع واشكال كتيره طبعا مختلفه. احنا قلنا ان الكم اشكاله بتبقى حسب القصه وحسب الموديل وحسب الشكل اللي انا هعمله. الكم بيبقى فيه منه القصير، فيه منه الطويل، ممكن يبقى الكم ببليسيه، ممكن يبقى بكرانيش، ممكن يبقى باسوره، بقلابه. يبقى انا عندي الكم هنا بيبقى فيه اشكال مختلفة، لكن البطرون بتاعه واحد، يعني بطرون الكم اساسي واحد. الاختلاف عندي في الكم هو الجاكيت فقط، ان كم الجاكيت هو اللي بيحتاج تفاصيل اكتر، بيحتاج تقسيمات اكتر، ممكن اعمله بنس. فهو ده اللي انا بعمله ايه، بعمله بطرون لوحده اللي هو بطرون الكم الجاكيت. اما البناطيل، اما الكم الاخر، فهو الكم اي كم ممكن اعمله فيه بنسة لو انا حاسة ان فيه تجويفات او في عيب هيظهر عندي في الكم، فبعمل فيه بنسة في الكم. هنشوف مع بعض بقى طريقة رسم بطرون الكم. اول حاجة عندي هنتكلم عنها اللي هي المقاسات. بقول هنا مقاسات الكم، انا هاخد مقاسات افتراضية هشتغل عليها عشان ارسم الكم. اول حاجة هبص عليها في المقاسات، محيط الذراع 32 سنتي، محيط الاسورة 30 سنتي، ارتفاع الكم 14 سنتي، طول الكم 58 سنتي. طبعا انا هنا لو اخدت بالي اداني محيط الذراع، اداني محيط الاسورة اللي هو دوران الاسورة، اداني ارتفاع الكم، واداني طول الكم اللي هو 58 سنتي. انا هنا دي المقاسات اللي انا هستخدمها في ايه، في رسم بطرون الكم. نشوف الخطوات همشيها ازاي. اول حاجة انا هاجي بالمزورة وهقيس دوران حردة الابط من على البطرون اللي انا رسمته. طب الدوران حردة الابط اللي انا هاخده من على البطرون ده هل هيفيدني؟ اه طبعا هيفيدني. هيفيدني في ايه؟ ان انا هرسم هاخد منه ارتفاع الذراع، يعني ارتفاع الكم عندي هعرفه من ايه، من دوران حردة الابط. فانا مقيس دوران حردة الابط سواء قست الامام او قست الخلف هيطلع عندي 14 سنتي، فبقول ده ان هو ده ارتفاع الذراع عندي. طب هو مدهوني هنا؟ اه مدهوني في المقاسات، لكن لو هو مش مدهوني في المقاسات انا بجيبه منين؟ بجيبه من على البطرون اللي انا رسمته. نكمل مع بعض. هاخد محيط الذراع واضيف عليه 4 سنتي. ايه ده؟ ايه ال 4 سنتي دي؟ اي مقاس هيجيلي هاخد محيط الذراع واضيف عليه 4 سنتي. طب ال 4 سنتي دي بضيفها ليه؟ بضيفها لراحة البطرون. يبقى انا بضيف ال 4 سنتي دي لراحة البطرون. تمام؟ يبقى انا ال 4 سنتي اللي بضيفها دي هيبقى لراحة ايه؟ البطرون. فهاجي هنا هرسم عرض البطرون بتاعي، فانا هو مديني المقاس بيقول ان عرض ان محيط الذراع عندي 32، فانا هاخد ال 32 وازود عليها 4 سنتي اساسي هيديني 36 سنتي. يبقى انا كده جبت محيط الذراع وزودت عليه كام؟ 36 سنتي. يبقى انا هنا اي مقاس هيدهوني لمحيط الذراع هزود عليه ايه؟ هزود عليه 4 سنتي اساسي لراحة البطرون. طب هعمل ايه بقى تاني؟ هرسم المستطيل بتاعي، هرسم خط مستقيم. الخط المستقيم بتاعي اللي هو ايه؟ اللي هو عرضه كام؟ عرضه 36 سنتي. نشوف مع بعض كده. هرسم الخط 1 و2 بعرض البطرون، واقسم الخط ده لاربع اجزاء متساوي، واحط اربع نقط.
يعني انا بعد ما ارسم الباترون جبت عرض الباترون اللي هو 34 وزودت عليه 4 سنتي اساسي بقت 36، اللي هو 32 وزودت عليه 4 سنتي بقى 36، ال 36 ده هو عرض الباترون. بعد كده ايه، قسمت الخط بتاعي ده الى 4 نقط متساوية. طب هل ليه قسمت الاربع، ليه قسمت الخط بتاعي الاربع نقط؟ اكيد ليه سبب. يبقى انا جبت، عرفنا عرض الباترون جبته ازاي. نيجي نشوف بقى ليه قسمت الخط بتاعي لاربع اجزاء. تعالوا نشوف مع بعض. هنا انا قسمت الخط المستقيم بتاعي لاربع اجزاء متساوي. طب اكيد الاربع اجزاء المتساوية اللي انا رسمتهم زي ما احنا هنشوف مع بعض كده، الاربع اجزاء المتساوية دولت عشان ارسم الباترون، ارسم خطوط الباترون عليها عشان احدد ايه، احدد دوران الحردات بتاعه الكم. طيب كده انا عندي نقطه، ثلاث نقط محطوطين على الخط بتاعي بتاع عرض الباترون. نشوف مع بعض كده. هرتفع من 3 الى 6 بمسافه ربع الخط 1 و2. يعني انا هاخد هقيس الخط بتاعي بتاع عرض الباترون واقسمه على ايه، على 4. يعني هاخد عرض الباترون بتاعي واقسمه على 4، يعني هاخد ال 36 واقسمها على كام؟ على 4. تطلع كام؟ هتطلع 9 سنتي. طيب هطلع من اول نقطه، هطلع المسافه بتاعت ايه، ربع الخط. يبقى انا طلعت مسافه ايه، ربع الخط بتاعي. تمام. طيب نرتفع من نقطه 7 الى نقطه 4 بمسافه ربع الخط اللي هو 1 و2، ويضاف 1 سنتي، يعني 36 على 3 بتساوي 12، زائد 1 بيديني كام؟ 13 سنتي. بيديني كام؟ 13 سنتي. يعني انا اخدت الخط بتاعي اللي هو 1 و2 وقسمته على 4، على 3، المره دي قسمته على 3، المره اللي فاتت قسمته على كام؟ على 4. يبقى انا قسمته على 3 وزودت عليها 1 سنتي، بقت طولها كام؟ 13 سنتي. يبقى طلعت من الخط اللي في النص كام مسافة؟ 13 سنتي. يبقى الخط 13 سنتي ده هو ارتفاع الكم عندي، ارتفاع الكم. طيب نيجي نشوف النقطة اللي بعديها هعمل ايه بقى. بيقول لي نرتفع من نقطة 5 ونقطة 8 ونسقط بمسافة نصف الخط 4 و7. يعني انا هاجي من النقطة دي ارتفع من ايه، ارتفع ايه، نص الخط التاني. يعني ايه نص الخط التاني؟ يعني الخط الاولاني طلعت ربع المسافه، الخط التالت دوت هيبقى نص مسافه الخط الاول بتاعي اللي هو اللي انا رسمته. يبقى انا كده عندي ايه، عندي خط طوله 9، خط طوله 13، خط طوله 4.5. الخطوط الصغننه دي في اختلاف هنا، يعني لو برسم رسم بياني هيبان ان ايه، ان اشكال عندي هنا شكلها ايه، شكلها مختلف. طيب انا بعد ما رسمت الثلاث خطوط دي هعمل ايه؟ يعني انا رسمت الثلاث خطوط دي هعمل ايه؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. عشان ارسم بقى حرده الكم من اعلى، يعني انا دلوقتي ايه، انا عملت الثلاث خطوط دولت عشان ارسم حرده الكم من اعلى. طيب الثلاث خطوط دول هي هم اللي هيعملوا لي حرده الكم؟ لا طبعا، اكيد في خطوات تانية انا هعملها عشان ارسم بيها حرده الكم. تعالوا نشوفها مع بعض. هو بيقول لي هنا هنوصل الخطوط بتاعتي كلها بخطوط مستقيم، هوصل الخطوط بتاعتي كلها بخطوط مستقيم. يعني كل النقط اللي عندي دي هعملها خطوط وهميه. احنا قلنا الخط الوهمي هو اللي بيساعدني على رسم ايه، رسم الباترون. نشوفها مع بعض كده. اهي انا وصلت هنا الخطوط كلها بخطوط وهميه، وصلت الخطوط اللي انا عملتها بخطوط وهميه. طبعا هو مش طالع لي ان هي شكل ايه، شكل مثلث ولا شكل هرمي، هو طالع شكل ايه معين، يعني شكل غير ايه، غير مش مديني ملامح يعني. فهو انا وصلت الخطوط طبعا لان الخطوط كلها مش طول بعض، فطلع ايه الشكل نفسه زي ما احنا شايفين كده. طب بعد ما وصلت الخطوط دي هعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض. هو بيقول ان نقيس المسافه من 1 ل 2، نص المسافه من س ود ونضع نقطه واحد. يعني هقيس المسافه، هوسطن المسافه، هعمل نص المسافه واحط نقطه ايه، واحد، اي اللي هي النقط اللي انا ايه عاملاها عندي دي. طيب تيجي نشوفها مع بعض. ونصف الخط 1 و8 في 9 و8 و7 في 10
وسبعة وستة في 11 وستة واتنين في 12 وننزل من واحد واحد ونص من ايه سنتي من كل نقطة. يعني انا هعمل ايه؟ هنصف كل الخطوط دي، هاجي في النص واروح منصفاها وبعدين اروح حاطه نقط واروح كمان هعمل مقاسات تاني. اهي انا نصفت النقط اهي، جيت نصفت كل خط لوحده وحطيت ايه نقط على كل ايه على كل خط. طيب هاجي اعمل ايه بعد ما عملت النقطه دي؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. هو بيقول لي هننزل من نقطه 9 واحد ونص، وارتفع من نقطة 10 واحد ونص، وبعدين نرتفع من نقطة 11 واحد ونص، وبعدين ننزل من نقطة 12 واحد ونص. يعني انا هعملها زي الايه زي السلم، هنزل واحد ونص اطلع واحد ونص واجي الناحية التانية انزل واحد ونص واطلع واحد ونص. كل ده عشان اعمل حردة ايه؟ حردة الكم. طب نشوفها مع بعض اهي. انا جيت من عند النقطة ايه الاولانية دخلت واحد ونص، وبعدين على نفس الخط طلعت واحد ونص، وجيت على الخط التاني دخلت واحد ونص، وبعدين ايه من فوق طلعت واحد ونص كده عشان اعمل حردة ايه حردة الايه الكم. طب حردة الكم هنا لما اجي ارسم اكيد في اختلاف بين الامام وبين الخلف، صح؟ يعني مش معقولة يكون الامام، يعني اكيد كده الدوران بتاع الامام بيختلف عن دوران الخلف في ايه في التركيب او في الشكل. ليه؟ لان انا عندي في الامام بيبقى فيه تجويف او في دوران زياده في الامام لراحه الكم اثناء الحركه، يعني وانا بتحرك كده لازم يكون في راحه للكم، فعشان كده بقول ان دوران الامام بيبقى ايه في انحناء زياده عن دوران الخلف. حتى هتلاقي برضو في الايه في الامام في الكورساج هلاقي برضو الامام بيختلف عن الخلف. نتابع مع بعض كده. بعد كده بيقولي نصل النقط كلها بدوران، اصل النقط كلها ايه بدوران، نوصل النقط بدوران اهي. انا كده وصلت النقط كلها بدوران. ايه ده؟ طلع شكل الايه شكل الكم، طلع شكل الكم عندي اهو، ادي الكم. طب انا من خلال الرسمة كده اقدر افرق مين فيهم الامام ومين فيهم الخلف؟ نقدر نفرق كده؟ طب الخط القصير اللي عندي ده الناحية اللي هي داخلة شوية دي هتبقى ناحية اليمين عندي، دي هي دي ناحية الأمام. والناحية الطويلة اللي هي فيها الخط الطويل دوت هيبقى دي ناحية الخلف. أنا كده عرفت إيه أفرق بالشكل كده، عرفت أفرق إن الناحية الأمام من الإيه من الخلف. طيب أنا كده عملت دوران الكم، طب فين الكم بقى؟ يعني انا عملت الجزء بتاع دوران الكم اللي هو اهم جزء، طب فين الكم بقى اللي انا هشتغل عليه؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه بقى. هننزل من ايه من 7 مسافة طول الكم، الطول بقى اللي هو عايزه، سواء كم طويل كم قصير، يبقى انا حسب ايه الكم اللي انا عايزاه هنزل بمسافة طول الكم. هنزل بخطوط مستقيمة واقفل ايه وهعمل خط الفاصل بين الامام والخلف، وبعد كده هقفل الجزء السفلي من تحت، يعني هقفل خط البطرون من تحت هيديني شكل الكم كده. يبقى انا جيت الاول حاجه نزلت بالخط الفاصل اهو، ده الخط الفاصل بين الامام والخلف. يبقى انا كده حددت مين على الخط ده طول الكم اللي هو الخط الفاصل بين الامام وبين الخلف. طيب بعد كده هنزل من نقطه 14 نقطه 15 خط مستقيم لعمل خط نهايه ايه الكم اهي. كده انا قفلت الكم بتاعي، بقى عندي الخط الفاصل اللي هو في النص ده اللي بين الامام والخلف، وعندي هنا الخلف ناحيه اليمين والايه ناحيه اليسار والامام ناحيه اليمين. طب نشوف بقى كده. نرتفع من نقطه 6 مسافه نصف سنتي، وانا من نقطه 17 مسافه ايه برضو نصف سنتي. انا عندي الكم القصير بيبقى ما فيهوش تعديل في الكم من تحت، يعني ما فيهوش تعديل في الاسوره من تحت، ده في الكم القصير. لكن في الكم الطويل بيبقى فيه تعديل في الايه في الاسوره من تحت في الكم. ليه؟ لان انا عندي لما باجي اقفل الكم على بعضه يبقى لازم اعالج الايه الفرق بين الامام وبين الخلف في ايه في غلق الكم. فهنا الدوران اللي انا هعمله او التعديل اللي انا هعمله في الكم دوت بعمله في الكم الطويل
في سواء بلوزة او جاكيت او فستان، يعني اي كم طويل بعمل فيه التعديل ده. طب نشوف مع بعض التعديل ده ايه. هو بيقول لي هنا ان انا هاجي من الخط الوهمي اللي في النص بين الامام وبين الخلف ده، ان انا هاجي في هطلع 1.5 وهنزل 1.5، هطلع 1.5 وهنزل ايه 1.5، يعني في الامام هطلع نص سنتي معلش، وفي الخلف هنزل ايه نص سنتي. طيب وهوصل الخطوط كلها بدوران، هوصل الخطوط كلها بدوران بعد ما اعمل ايه الايه النقط دي، هيطلع الشكل عندي كده، ادي الامام وادي الخلف، ادي الدوران عندي بالشكل ده، دوران الامام ودوران الخلف. انا في الامام طلعت نص سنتي وفي الخلف نزلت النص سنتي. لما اقفل الكمين على بعض هيدي ايه، هيدي شكل ايه الكم مظبوط، هيدي شكل الكم ايه مظبوط. نيجي بقى لتلوين الكم وكتابة البنت. طبعا انا قلت ان انا هلون الامام بالاحمر والخلف بالازرق، هلون ايه الامام بالاحمر والخلف بالازرق. طيب هنا واكتب البيانات بتاعتي، واكتب ايه البيانات بتاعتي. طيب هنا بقى بعد ما اخدنا الجزء دوت، هاجي اشتغل على الموديل اللي انا ازاي احط موديل على البطرون، ازاي احط الموديل ايه على البطرون. طب هنا عندي هنا الموديل اللي انا قدامي ده، لو جيت احلله هلاقي الموديل ده بوسط، هو عبارة عن جاكيت، الجاكيت فيه قصة في الامام، القصة حردة الرقبة الديكولتيه بتاعها متعدل، في الخلف بتاعها في جزء فيه منها اللي هو المرتفع اللي هو الياقة المرتفعة، عندي فيه مرد في الامام، وطبعا هو متركب له على الحرف كله في هنا اللي هو الايه اللي هو الجالون اللي متركب ده، متركب على الامام لكن مش متركب على الخلف، سوري مش متركب على الكم، متركب على الامام بس، واخد دوران الديل بتاع الجاكيت كله بالتفصيل. هنا في تصريفة البنسة، البنسة متصرفة هنا في الجاكيت، في خط بنسة الوسط، الكم عندي كم ضيق عادي خالص. طب تعالوا نشوف البطرون ده انا بعد ما حللته هقول ايه بقى. هقول هنا الامام عندي كم قطعة، الامام قطعتين، يعني الامام هنا عندي في الجاكيت ده قطعتين، القطعتين فيهم مرد، يعني الجاكيت ده فيه مرد، والمرد بتاعه مرد بسيط ومرد متصل، يعني المرد البسيط قلنا 2 و5، لكن هو اللعب كله في الجاكيت ده، اللعب كله في تصريف البنسة بتاعت الصدر، وان انا عندي خط ايه في خط وسط في الايه في الجاكيت، والخط الوسط بتاعي هيبقى فيه خياطة. يبقى انا لما اجي اعد القطع بتاعت البطرون عندي هقول ان الجاكيت عبارة عن الامام قطعتين بتغلق بمرد، الخلف قطعة واحدة مفهوش مسافات مفهوش خياطة مفهوش اي حاجة مفهوش قصات، الكم كم عادي خالص كم طويل وايه ونازل بتكسيم من تحت. طيب الموديل ده انا احطه ازاي على البطرون، تعالوا نشوف مع بعض كده. اول حاجة عندي انا عايزة اقفل بنسة الصدر، يعني انا لازم اصرف بنسة الصدر بتاعتي. طبعا احنا قلنا بنسة الصدر ليها كذا تصريفة فيها، انا بصرف بنسة الصدر دي حسب الموديل، يعني بنسة الصدر دي بتصرف حسب الموديل، ممكن اصرفها بقصة في خط الكتف، ممكن اصرفها بقصة في حردة الابط، سواء في نص الابط او في تلت الابط من اعلى او تلت الابط من اسفل، ممكن اصرفها في خط الجنب، ممكن اصرفها في بنسة الوسط، ممكن اصرفها في حردة الرقبة لو انا هعمل كشكشة، ممكن اصرفها في خط نصف الامام لو انا هعمل درابي او 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 كشكشه او او اي قصه تانية في ايه او بنسه من الامام، او هو هعمل قصه امبير في الامام، فبعمل ايه بصرفها في خط نصف الامام. يبقى انا عندي كام طريقه في تصريف بنسه الصدر، عندي
طرق كتير. اول حاجه قلنا في حرده الرقبه، سواء في ربعها او في نصها او ايه او في اولها. يبقى انا عندي 3 تصريفات في بنسه الرقبه. عندي تصريف، يبقى اول حاجه تصريفها في بنسه الايه الرقبه، تصريف حرده الرقبه، تصريفها في خط نصف الامام، تصريفها في خط الكتف، تصريفها في حرده الابط، في خط الجنب، في بنسة الوسط. انا عندي 5 تصريفات للبنسة، يبقى انا ممكن اصرف بنسة الصدر دي في اي ايه جزء فيها. كمان انا ممكن بتتصرف بنسة الصدر لو انا بعمل قصة برنسس، لو هعمل قصة برنسس بتتصرف فيها بنسة ايه بنسة الصدر. يبقى انا لازم اول حاجة عندي قبل ما اعمل اي حاجة اشوف انا هصرف بنسة الصدر في ايه قبل ما اشتغل. فطبعا في الموديل اللي عندي هنا هو صرف لي بنسة الصدر في ايه في الايه خط الوسط. يبقى انا هنا هصرف البنسة بتاعتي في خط الوسط. نشوفها مع بعض كده اهي. هقفل بنسة الوسط. لما قفلت بنسة الوسط انا حسيت ان البطرون بتاعي اتعدل شوية، فنزلت البنسة بتاعت الوسط عندي فتحت معايا، فتحت معايا في الجزء الايه اللي تحت، فده بقت البنسة بتاعت الوسط. كده البنسة الصدر اتصرفت فين؟ في بنسة الوسط. نكمل مع بعض بقى. انا هنا لما ابص للموديل هلاقي الموديل فيه ايه الديكولتيه بتاعي واسع، بس جاي بشكل ايه شكل عامل زي ايه زي الفوزة كده. او فهعمل الشكل ده ازاي؟ يعني انا هعمل شكل الايه حردة الديكولتيه بتاعتي دي ازاي كده؟ تعالوا نشوف ممكن نعملها ازاي. هاجي من عند حردة الرقبة الامامية وهدخل على خط الكتف 3 سنتي. هدخل على خط الكتف ايه 3 سنتي، وهنزل من عند خط الكتف على الخط الوهمي ده برضو 3 سنتي، واعمل ايه وهروح عاملة خط مستقيم من النقطة اللي انا عملتها دي لغاية نهاية الايه الرقبة. يعني هقفل الرقبة بخط مستقيم، بس هيديني ايه شكل الزاوية زي ما احنا شايفين كده. انا عاملاه بخط وهمي لان احنا مش هنعمله خط ايه، يعني مش هعمل خطوط اساسية، لان احنا بنعمل الخطوط الوهمية دي عشان تساعدني في عمل ايه الايه الموديل. طيب نيجي نشوف مع بعض كده. هبدأ هاجي من عند الخط برضو من عند حدة الرقبة الامامية من عند خط نصف الامام، هنزل 3 سنتي واروح موصلة بالشكل ده. كده انا عملت تعديل على ايه؟ تعديل على خط الكتف وقفلت البنسة وعملت تعديل لحردة الرقبة اللي هي الديكولتيه بتاعي، فبقى بالشكل ده هو شكل الايه اللي احنا شايفينه ده. يبقى انا كده رسمت ايه؟ رسمت القصة بتاعتي مظبوط. طيب نيجي نشوفها كده بقى بعد ما انا ايه خلصتها. هاجي اشيل البطرون بتاعي اللي انا عاملاه ده، الخطوط دي، واجي اعمل البطرون افرغه، هيطلع بالشكل اللي انا شايفاه ده. طيب هنا عندي هنا في المرد، هاجي من عند خط نصف الامام هخرج مسافه، مسافه المرد 2 والبطانه 4. يبقى انا عملت الايه المرد والبطانه بتاعتي اللي هو المرد البسيط بتاعي كده. البطرون بتاعي ان انا ايه اقصه واشتغل ايه عليه على القماش على طول. طبعا انا هنا الخط الوسط ملونه لان في خياطه في خط الوسط، لكن مش هيبقى عندي بس بنسه في خط الوسط. انا ما عنديش بنسه هنا في خط الوسط، تمام؟ فالبنسه عندي هنا هتبقى ملغيه، لكن البنسه اللي هتبقى موجوده هتبقى بنسه ايه الكورساج اللي فوق بس، لكن خط الوسط مش هيبقى فيه بنسه فيه، تمام؟ نيجي نشوف الخلف بقى. ادي الخلف بتاعي ما فيهوش اي تعديل خالص، غير ان انا هشيل البنسة بتاعت الوسط بتاع الخلف علشان اعمل الايه البطرون بتاعي. بس هنا التعديل اللي انا هعمله، هعمل تعديل في حردة الرقبة الخلفية، لان انا عملت هنا تعديل في حردة الرقبة الامامية، فلازم الرقبة الامامية والرقبة الخلفية يبقوا قد بعض في العرض عشان الكتف بتاعي يبقى مظبوط. فبالتالي انا عملت هنا تعديل في ايه في حردة الرقبة الخلفية. ده كده البطرون بتاعي بعد ما انا فرغته. فالمفروض ان انا بنسة الوسط احنا قلنا مش هيبقى فيه بنسة في خط الوسط من اسفل، هتبقى البنسة في الوسط من اعلى فقط،
وهيبقى خط الوسط هيتقص وهيتعمل عليه الايه، هيتخيط عليه كده. البطرون بتاعي جاهز على ايه، على التعشيق على طول. ان انا البطرون بتاعي لما اجي احسب بقى عدد القطع بتاعتي بتاعه البطرون، لو انا رجعت القطع بتاعتي بتاعه البطرون في الامام وفي الخلف، هلاقي هنا، هلاقي هنا ايه، هلاقي ان الامام هيطلع فيه كم قطعه، هيطلع فيه 4 قطع. طب ازاي 4 قطع؟ يعني ازاي الامام هيطلع فيه 4 قطع؟ ايوه، عشان عندي خياطه في خط الوسط، عندي خياطه فين، في خط الوسط، فكده هيطلع فيه جزء، الجزء اللي تحت من الوسط لغايه خط الجنب ده ايه، هيبقى فيه قطعتين في الامام، وهيبقى فوق عندي قطعتين فوق عشان المرد فاصل بين الايه، بين قطعتين الامام، فكده الامام عندي، عندي كم قطع، 4 قطع. يبقى لازم احسب قطع البطرون وانا شغاله ان انا الامام هيطلع عندي 4 قطع. طب تعالوا للخلف، الخلف هيطلع فيه كم قطعه، هيطلع فيه قطعتين بس، لان الخلف ما فيهوش خياطه في الظهر، فهيطلع عندي قطعتين، اللي هو الجزء العلوي لغايه الوسط، وبعد كده الجزء السفلي من الخط الوسط لغايه خط الجنب. نشوف الكم بقى مع بعض. ادي الكم بتاعي اهو اللي انا رسمته، تمام. الكم بتاعي هنا لما اجي اعمله هعمل فيه تقسيم، هعمل فيه ايه، هعمل فيه تقسيم، هو لان الكم عندي ما فيهوش اي مشكله غير ان انا هعمل ادي التقسيم بتاعي اللي انا هعمله في الكم بس، يعني هو ده الزياده اللي هيبقى موجوده عندي، ان انا الكم بتاعي ادي الكم العادي اهو، وانا اروح عامله هنا ايه، التقسيم بتاع الكم. عملت التقسيم بتاع الكم بتاعي زي ما احنا شايفين، انا قسمت الكم حسب ايه، دوران الذراع اللي هو قايل لي عليه. احنا كده عرفنا، ادي موديل، عرفنا ازاي احط الموديل على البطرون، وازاي اعرف عدد القطع بتاعه البطرون عندي، وازاي اشتغل عليها بالتفصيل، بالتفاصيل بتاعه البطرون. طيب هنا بقى لما اجي انا اشتغل على البطرون بتاعي، المفروض ان انا يبقى عندي كذا حاجه اقدر اشتغل عليها، بحيث ان انا ما اجي اشتغل اطلع قطع كتير. يعني انا دلوقتي ممكن يكون عندي موديل في مجله، والموديل دوت انا مش عارفه عدد القطع بتاعه، او ان انا ايه عايزه اطلع القطع بتاعته ازاي. يعني انا لو عندي فستان وعايزه اطلع البطرون بتاعه، فانا عندي في بعض الموديلات، بعض المجلات زي البورده، زي فينوس، بيبقى فيه معاها بطرون اللي هو البطرون بتاع الموديلات. طب ساعات اللي انا ما بعرفش الموديل ده بيبقى اجزائه ايه، فهو بيبقى راسم لي ورا الاجزاء، اجزاء الفستان، يعني اجزاء الفستان ده هتطلع كام قطعه، وهتطلع شكله ايه على البطرون بعد ما ترسميه. فهنا مثلا زي الموديلات اللي قدامنا كده، احنا عندنا الفستان اهو مديني شكله، ومديني الامام بتاعه والخلف بتاعه. احنا هنا لو اخدنا بالنا ان احنا عندنا هنا الكمين، الكمين قصير، يعني الكم هنا قصير، والكم فيه كشكشه من اعلى، يعني الكم هنا فيه كشكشه من اعلى. هنا موضح لي ان الامام عندي فيه مرض، يعني انا هرسم في الامام مرض، لكن في الايه، في الخلف ما فيهوش اي حاجه، وفي طبعا في تقسيمه، يعني انا هنا صرف بنسة الصدر هنا لو اخدت بالي، في الفستان اللي هو الاسود مش المنقوش، الفستان الاسود هلاقي مصرف بنسة الصدر فيه خط نصف الامام، وعامل في، يعني انا هعمل الكشكشه او البنسات الصغيره دي اللي هي التشريبات الصغيره اللي معموله في الخط نصف الامام دي، تصريفه بنسة الصدر مصرفها لي في خط نصف الامام. وهنا عامل لي الجيبه من تحت فيها قصات، يعني فيها كالونات او فيها بليسي، فانا هعمل توسيع من تحت في الجونيلا. فالبطرون هنا متوضح اهو ان انا صرفت البنسه بتاعتي في القصه اللي هي بتاعه الايه، الصدر، عشان اعمل شكل الكشكشه، لكن في الظهر ما فيش اي ايه، اي حاجه، لان الظهر ما فيهوش اي قصات او اي حاجه. الكم عندي هنا عشان الكم فيه كشكشه، فبعمل ايه، شكل الكم بتاعي.
عندي الفستان الاولاني الاسود فيه كولا، لكن التاني اللي هو المنقوش ده ما فيهوش كولا، لكن فيه قصة اللي هي القصة الامبير دي على الصدر وفيها كشكشة، فعشان كده عامل لي كشكشة على البطرون زي ما احنا شايفين كده. هو فستان فيه تصريفة للبنسة في قصة امبير، والفستان التاني فيه كشكشة على الصدر، هو موضح لي ده على البطرون زي ما احنا شايفين كده. نشوف موديل تاني، هنا بقى بيوضح لي برضو تصريف البنسة، يعني انا بنسة الصدر هصرفها ازاي. طبعا انا عندي هنا ان انا لو في عندي الديكولتيه هنا بيختلف من كل من في كل قصة من وقصة تانية. البلوزة الاولانية الديكولتيه بتاعها هيبقى شبه الجاكيت اللي احنا عملناه. تصريف البنسة هو مصرف لي البنسة هنا في ثلاث، عامل لي 3 بنسات، يعني مش عاملها ايه عشان بنزود التكسيم في القصة. في القصة اللي تحت اللي هي الامبير عامل البنس او التشريبات عاملها من فوق، لانه مصرف البنسة في القصة الامبير وعامل البنس فيها. برضو في الموديل التاني بقى اللي هو فيه مرد، ده مزود المرد، طبعا ده مرد بسيط ومتصل. الديكولتيه عندي هنا جايب 7، وطبعا في خط الوسط، طبعا هما في الثلاثة في خط وسط. البنسة متصرفة فوق في الكورساج من فوق، لكن مش متصرفة تحت في الايه في الجزء السفلي بتاع البلوزة او الفستان اللي هو هيتعمل. طبعا احنا هنا متوضح عندي ان انا البنسة متصرفة في كام جزء بالظبط في البطرون. نشوف تاني مع بعض موديل تاني. هنا طبعا دي فساتين الاطفال، طبعا هي بيبقى في بعض البوردات بتبقى الفستان جاي بالبطرون بتاعه، فده بيسهل طبعا على ايه على ربة المنزل او السيدة اللي هتعمل مشروع، ان هي ممكن تجيب في مجلات اطفال بتبقى جاية الموديل بالبطرون بتاعه. لو حضرتك عايزة تشتغلي في فساتين الاطفال بتبقى سهلة وبسيطة بالنسبة لايه لربة المنزل. هنا طبعا ده فستان تاني، برضو فستان بوسط، هنا الفستان من فوق فيه مرد، وفي في جيوب قلابة، في جيب قلابة، في تصريف للبنسة في قصة برنسيس جاية من الكتف لغاية الوسط. وطبعا الكم هنا كم في زي بفة اللي هي في يعني تشريبات بسيطة ونازل من غير اسوره ولا حاجه. هنا في طبعا في الجونيلا من تحت في تشريبات اللي هي في زي كسرات او كسرتين في الجنب، هم مديني 4 كسرات في الامام، وفي الخلف في خط القصه البرنسيس نازله من الخلف من الكتف لغايه الديل من تحت، وفي الامام القصه برنسيس مع ايه مع تشريبات في الايه مع بنس مع سوري مع كسره. اللي هنا الموديل طبعا احنا هنا كده احنا عرفنا هنا في الموديل ده ان هو صرف بنسة الصدر في القصه اللي هي البرنسيس، طبعا عامل البنسه بتاعت الوسط وعامل كمان الايه القصه برنسيس نازله لغايه تحت في الامام والايه والبليسي اللي هي معموله او الكسره اللي معموله كمان، وخرج بره مسافه المرد. احنا عندنا المرد ده مرد بسيط، فهيبقى 2 و4، احنا كده لسه ما دخلناش في المردات اللي هي فيها تعقيدات. طبعا الجونيلا اللي تحت لسه هناخد بطرون الجونيلا بالتفصيل، بس هو الجونيلا هنا معموله بكالونات ومعموله فيها جيب، هنشرح برضو بطرون الجونيلا ده بالتفصيل، بس احنا اهم حاجة عندنا النهاردة نعرف تصريفات البنس، ازاي اصرف البنس واشوف بعض الموديلات معمولة ازاي، بحيث ان انا لما اشوف الموديل ده في المجلة واشوف الرسم البطرون ورسم البطرون معاها بالشكل ده ابقى فاهم الايه البطرون ده بيشرح لي ايه والموديل ده بيشرح ايه بالظبط. ماشي، هنيجي بقى نتكلم عن اشهر مصممين الازياء. انا عندي مصممين الازياء بيختلفوا في خطوط اللي بياخدوها، يعني الخطوط اللي هم الخط الموضه او شكل التصميم او الموديل بتاعهم او الاتجاه اللي هم اخدوه في الموديلات بتاعتهم.
انا ما اجي اشتغل، هل اشتغل اخد انهي اتجاه؟ يعني انا المفروض اكون محدد هدفي قبل ما اشتغل في مجال الملابس، او قبل ما اشتغل في مجال في المنزل. لو انا هبقى ربة منزل وهعمل مشروع من البيت، لازم اكون محدد اتجاه خطوتي ايه. يعني ايه خطوتي؟ يعني انا هشتغل في ايه بالظبط؟ هل هشتغل في ملابس الحريمي؟ لو حد جاب لي موديل هنفذه. هل هشتغل في ملابس الاطفال؟ يعني انا حابب ان اشتغل في ملابس الاطفال، احب هقول انا انا هفصل لاطفال بس. هل هشتغل في سواريهات؟ يعني احب اعمل فساتين سواريه. هشتغل بناطيل بس، هشتغل جيبات بس، هشتغل بناطيل، هشتغل لبس كاجوال، بلوزات وبناطيل، هشتغل تيشرتات. يعني انا لازم اكون محدد بعد ما خدنا فكرة كاملة عن الملابس، لازم اكون محدد انا هشتغل فيه. فاغلبية الناس اللي هما بيشتغلوا في مجال الملابس بيحدد من الاول المجال اللي هيشتغل فيه. ده بناء عن ايه؟ بناء على دراسة للسوق كويس جدا. هو عمل دراسة للسوق وشاف احتياجات السوق ايه، وايه هو المجال اللي ناقص عنده او اللي هو مش موجود، وان انا اقدر اسد في المجال ده. يعني اغلبية الناس دلوقتي، في بعض الناس بتبقى بالنسبة لها الملابس اللي هي الجاهزة بتبقى غالية، سعرها غالي عليها. فانا لما اجي اقول انا هفصل ملابس كاجوال للسيدات، يعني هفصل بلوزات بناطيل جيبات دي للسيدات العاملات. فاي واحده هتجيب لي موديل هفصل لها بنفس الموديل بتاع اللي هي طالباه، هشتغل على الخط ده. في ناس بتحب تفصل فساتين السواريه، فانا عشان اشتغل في فساتين السواريه لازم يكون عندي خلفيه عاليه جدا في ايه، في ازاي استخدم الخامه دي، وازاي اعمل فستان السواريه، ولازم يبقى عندي مانيكان اقدر اعمل عليه بروفات، واكون متمكن من المهنه دي جدا، لان مش اي حد بيعرف يشتغل في فساتين السواريهات، لان ليها تقنيه عاليه جدا. في بعض الناس بتقولك انا هشتغل في العبايات، لان العبايات بتبقى يعني اغلبيه الناس بتحب تشتغل تلبس العبايات، سواء ايه في البيت او في الخروج او في المناسبات، فهتاخد ستايل العبايه ان هي ايه تشتغل عليها، وهتبقى ترسم بطرونها، وهتبدا تشتغل وتعمل ليها تصميم، تشوف موديلاتها وتجيب مجلات للعبايات، ويبقى عندها كذا موديل، بحيث لو جت مثلا زبونه او جه عميل هيقول انا عايز اعمل عبايات وعايز اشوف في الموديلات اللي موجوده، فبتعرض عليه المجلات اللي موجوده ويبدا يختار. فاحنا من خلال المصممين العالميين بتوعنا او المصممين المحليين بيبقوا منزلين موديلاتهم في الكتالوجات، او بيبقوا منزلين موديلاتهم على النت، او عاملين مواقع على النت. فانا لازم اعرف كل مصمم من دول ايه الخط اللي هو اشتغل عليه، او ايه هو نوع الموضة اللي اشتغل عليه، لان مش كل واحد بيشتغل في ايه في إيه مش كلهم بيشتغلوا في موضة واحدة. لا، هو ممكن واحد ياخد السواريهات، ممكن ياخد واحد ياخد الخطوط الكاجوال، ممكن واحد ياخد الستايل الفساتين، التايرات، البدل. يبقى انا كل واحد من دول بياخد ستايل معين. فعشان انا اشتغل في مجال الملابس لازم اكون عارف انا هشتغل في انهي مجال بالظبط، علشان اقدر اجيب المجلات اللي بتحتوي النوع الشغل اللي انا هشتغله، نوع الخامة او نوع المنتج اللي انا هطلعه. ولازم اكون عارف ان انا وانا نازل اشتري هشتري ايه بالظبط، يعني هشتري انهي مجلة، وانهي شركة بتنزل مجلات، انهي موقع موجود بينزل مجلات. كل ده احنا هنعرفه النهاردة من خلال مصممين الازياء وخطوطهم ايه، وهنعرفه كمان من طرق التسويق اللي تم استخدامها لتسويق الموديلات والموضة، وانا اعرف ازاي خطوط الموضة، واعرف المجلات، واعرف اشتري ايه هي نوع المجلات، وانهي المواقع اللي موجود فيها الموديلات الحديثة، وخطوط الموضة بتنزل ازاي. هنكمل مع بعض كده. طبعا احنا عندنا بنشوف عروض ازياء كتير، واحيانا احنا طبعا يعني تخصص ملابس بنحب نشوف عروض الازياء،
ونبقى متحمسين جدا لو في عرض ازياء وجه في التلفزيون بنتفرج عليه عشان نشوف الخطوط اللي نازله جديد، الالوان اللي نازله جديد، اشكال الموديلات اللي نازله جديد. فدي بتبقى ايه، محبين الموضه بيبقوا مشتاقين جدا لايه، لاي عرض ازياء نازل عشان يشوفوا ايه هو الجديد اللي نزل. طبعا هو بيقولك ان في ظل عالم تصميم الازياء لسنوات طويله على بعض الاسماء، طبعا في كان في يعني بعض اسماء كانت مشهوره جدا سواء عرب او اجانب، ان هم بقوا مصممين بقوا هواه، وطبعا احنا بقينا مغرمين بيهم لان احنا بقينا عايزين ايه نشوف خطوطهم ايه، ايه هي احدث موضه نزلوها، المحتوى الجديد اللي نزل، الفستان اللي هينزل السنه دي، التغيير اللي هينزل السنه دي، الالوان اللي اتفقوا عليها المصممين، لان هم بيتفقوا على لون موحد عالميا بحيث ان يقولك ان ده هو الموضه بتاعت العام ده. طبعا احنا عندنا موقع، الموقع ده بيقول لي ان في 10 مصممين استطاعوا ان يتالقوا في عالم تصميم الازياء في الاونه الاخيره، والمواقع دي بتبقى ثابته عندي على النت. الموقع ده لما بدخل بشوف كل الموديلات اللي نازله الجديد، كل مصمم منزل ايه، يعني ايه هي الموديلات اللي نازله. وطبعا في عندي سواء للمحجبات برضو في موديلات نازله ليهم، الاطفال نازل موديلات ليهم، ذوي الاحتياجات الخاصه برضو بنازل موديلات ليها، الفات، السيده الرفيعه والسيده السمينه، برضو للشباب الولاد والبنات، برضو الشيوخ اللي هم سيدات او رجال، الاطفال بنات او ولاد. فانا بدخل على المواقع دي واقعد اتفرج فيها على الموديلات اللي موجوده واشكالها وايه، واتفرج على كل مصمم ايه الموديلات النازله من خلالها. طبعا انا عندي الفنانه او مصممه اللي هي كوثر بطيخ، دي حطت اسم للتصميم بتاعها، يعني كل واحده حطت اسم او نقوش للتصميمات بتاعتها، فتلاقي التصميمات نازله باسم ايه، باسمها، باسم الموديلات اللي هي اختارتها، تحس ان ليها رونق، في رونق في التصميم بتاعها. فانا لما يجي مثلا حد عايز يعمل نفس الموديل ده او يصمم نفس الموديل دوت، فبيبقى لازم اكون عارف الـ دارس الموديل، دارس الرسم بتاعه، لان هو احنا قلنا ان كل مصمم بينزل مع الموديل بتاعه الخطه التنفيذيه او اللي احنا بنقولها بتنزل جوه المجله، ازاي خطوات تصميم او تنفيذ الموديل دوت، ولازم اتبع الخطة دي في التنفيذ بتاع الموديل. فاحنا بنقول هنا عن الفنانة ان هي ايه، طبعا حطت اسم مجموعتها اللي هي نقوش على الذاكرة، وكانت بتعمل التصميمات دي وكانت بتتباهى بيها لان ايه، عشان تحقق الحلم بتاعها في ان هي التصميمات بتاعتها تنتشر. وطبعا دخلت مسابقات كتير زي مسابقه ملكه جمال الحسنوات العرب بمدينه مراكش المغربيه، وكانت احدث تصميماتها واجمل تصميماتها اللي نزلت في الايه في الاعوام اللي فاتت دي. هنشوف بعد كده طبعا مصمم الازياء عمرو البنا، وده طبعا اشهر مصمم عندنا وبيعمل تصميمات ابداعيه وفيها يعني فيها ابتكار عالي جدا. وطبعا هو اغلبيه المشاهير اللي عندنا اللي هم الممثلين دايما بيميلوا للتصميمات بتاعته. وطبعا كان اشترك في مهرجان نفرتيتي اللي هو قيمة في مدينه الاقصر، وكان طبعا التصميمات بتاعته كانت على اعلى مستوى من من الجمال والابداع والروعه. نيجي طبعا لياسمين يحيى، ياسمين يحيى اخذت اتجاه مصمم اللي هو يعني اللي هو التصميم للفساتين السواريه. طبعا اشهر اسماء في عالم تصميم الازياء، وطبعا هي كانت موهبتها في تصميم الازياء اهتمامها بتفاصيل الثوب وجوده القماش المستخدم، يعني كانت اهم حاجه عندها ان جوده المنتج
قبل ما تعمل التصميم. يعني انا لازم المنتج عندي يطلع بجودة عالية وتقنية عالية. فعشان كده بقول ان الفساتين السواريه بتبقى محتاجة حد فاهم قوي، حد تقني جدا، لان هي بتبقى المعاملة مع الفساتين دي سواء الدانتيل او الستان او الكبير، التطريز سواء هيبقى فيه تطريز يدوي او فيه اقمشة مطرزة، فبتبقى محتاجة فني عالي قوي في استخدام الخامات دي. لان احنا عندنا فساتين السواريه بتبقى رقيقة، وبالذات فساتين الافراح. يعني طبعا انا لازم تكون الخامة وانا بستعملها تبقى تفضل الخامة في ايدي نظيفة، ما يكونش عليها اي بقع، كمان الباترون بتاعها يبقى مظبوط، ما يكونش باترون في مسافات خياطه زياده او ناقص، وتكون الاقمشه من جوده عاليه جدا عشان تطلع جوده الموديل. لان انا ممكن يبقى عندي موديل جيد جدا وموديل كويس قوي، وبعدين اجيب له خامه رديئه فبيطلع شكل الموديل وحش. فانا لما هفصل لازم اكون هفصل الموديل، اختار له الخامه اللي تليق بيه. يعني احيانا كتير قوي مثلا زي موديل زي اللي قدامنا ده كده، بتبقى الزبونه بتروح تدور على نفس اللون بنفس الخامه بنفس الشكل عشان تنفذه، عشان ايه؟ تنفذ الموديل بنفس الخامه بنفس الشكل. نشوف مع بعض، نكمل مع بعض. طبعا انا نيه طبعا بتهتم قوي بالتطريز بتاعها، يعني هي بتحب التطريز وخصوصا التطريزات المعقدة والتفاصيل بتاعت الموديل. فطبعا هي اشتهرت اكتر بفساتين الازياء. احنا لو اخدنا بالنا ان معظم المصممين اهتموا بالسواريه وفساتين الازياء وفساتين الافراح، لان الفساتين الافراح دي بتبقى محتاجة شغل عالي قوي، وبعدين هو ده اللي بيظهر ايه، بيظهر الفن في التفصيل والفن في التصميم والفن في الاداء، وانه ازاي يطلع المنتج زي ما المصمم حاطه بالظبط. عندي بعد كده تمرازة دي طبعا اهتمت برضو بتصميماتها، طبعا اشتركت في هوليود واخدت جوائز كتير في اوسكار. طبعا دي كانت بتحب قوي اشكال الفساتين اللي فيها حركة، يعني تعمل دايما في الفستان بيبقى فيه حركة، كأن الفستان كده كأنه بيتكلم او كأنه بيبقى فيه لغة، لان هو دايما المصمم بيدي التصميم بيدي لغة المصمم، يعني بيدي لغة. يعني الموديل كده لما تشوفي الموديل تحسي ان الموديل ده هو بيتكلم لوحده، مش ما ايه مش 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 حاسه ان هو ايه، لا هو مرسوم بس، لا هو موديل في احساس، في موسيقى، في نغمه. فدي الموديلات بتاعت الازياء. نيجي الملك الزاوي دي تعتبر من مصممات القلائل اللي موجوده. طبعا تصنع الثوب من وحي شخصيه من خيالها، يعني هي بتعمل بتتخيل كده النجوم، نجوم السينما او التلفزيون، وتعمل وكانها بتعمل لهم الموديل ليهم. يعني هي بتتخيل الفنانه او الفنان قدامها وان هي بتعمل لهم الموديل ليهم، فهي بتعمل دايما الموديلات من وحي خيالها، فبتطلع حسب الشكل اللي هي شايفاه للشخصيه اللي قدامها. بعد كان عندنا نورين فرح، دي طبعا برضو اشتهرت قوي، من برضو كانت بتعمل للنجمات المصريات وعملت لكذا نجمه الموديلات بتاعتهم. يعني بعد كده عندي كارولين، دي كانت برضو برضو من احدى المصممات بتاعت الفساتين، وتخصصت في الايه، في فساتين السهره. بعد كده عندي دينا شعبان، دي طبعا ايه برضو كان بتحب فساتين العرايس، وكان حلمها ان هي تعمل فساتين فريدة، يعني ما لهاش ايه، يعني مش منتشرة. وبعد كده عندي رفيق زكي برضو من مصممين الازياء اللي هم برضو دخلوا في التصميمات دي. بعض التصميمات اللي احنا اخدناها اشتغلنا عليها النهاردة. احنا طبعا بنتكلم في مشروع ازاي ان انا اقدر اعمل المشروع دوت،
ازاي ايه اختار نوع المنتج اللي انا هنتجه، نوع العمل اللي انا هشتغل فيه. لازم تكون محدد الخطة اللي حضرتك هتحطها، هشتغل في ايه بالظبط، يعني ايه هو نوع المنتج اللي انا هشتغل فيه، لازم اكون محدده ويكون دارس عنه كويس جدا، ولامم عنه خلفية ومعلومات كويسة جدا عشان اقدر انجح في المجال اللي انا هشتغل فيه من خلال الملابس الجاهزة. طبعا انا اتمنى ليكم التوفيق والنجاح، وان شاء الله في الحلقة الجاية هنتكلم عن التسويق وازاي اسوق المنتج بتاعي، وايه هي المجالات الواسعة اللي ممكن اسوق فيها المنتج. واتمنى ليكم التوفيق والنجاح، ولو في اي اسئلة او اي استفسارات احنا ايه منتظرينكم، واشوفكم على خير الحلقة القادمة.